في مقال انا قريته كتبته انت لإلك، دايما تقول لك انا بدعمك بس انا خايف عليك. قد ايه بتشتاق لهيدي الكلمه خاصه بهيدي المرحله؟ يعني هي دي من الحاجات اللي يعني اللي انا مش بس بشتاق لكده، انا بشتاق لحاجات كتير ان انا اشاركها فيها. يعني في دايما انت لما يبقى في حد مهم في حياتك، لما بتحصل حاجه تبقى انت عايز ترفع سماعه التليفون تكلمها، وبعدين تلاقي ان هي نمرتها لسه موجوده بس هي مش موجوده، فده شيء يعني محزن محزن جدا. شو حسيت راح معها لما هي يعني لما هي توفت الله يرحمها؟ شو اللي راح معها؟ شو اللي بتفقده حاليا؟ والله بص، انا بفتقد حاجات كتير جدا، بفتقد طبعا دعم ليها، لكن الى حد ما انا يمكن شايف ان ربنا رحمها انها ما شافتش حاجات كتير بتحصل دلوقتي الحمد لله.